والله عندي فضول أعرف إذا شغلت منقل شوي قبل هالمرة. وأنتي جاوبيني، لشو كل هالحشرية نور خانم؟ لك في سؤال معلق براسي وما لقيت ولا طريقة لأتأكد منه، هلأ أنتو شو؟ كيف يعني؟ اشرحي لنا أكتر. حابين بعضكن ولا رفقة عادي يعني؟ ها؟ يلا احكي لها. بالله ليش أنا أحكي؟ أنت احكي لها. ما عندي خبر بشي بنوب. كيف بنوبة؟ ايه طبعا، لأنك ما فهمتني شي لحد هلأ. يعني ممكن ما كون فهمتك بصراحة، بس حسستك. ما بيكفي، صحيح ما بيكفي، بس نحنا بيكفينا. شوفي هذا عنده مشكلة بالاعتراف وما بده يصارحك. معك حق، يمكن مو متأكد بعد من شي. حتروح قولي اللي بدك تقوله. نور، ايه طبعا بتعرف اسمها، جرب شي تاني. انا بحبك نور. بحبك كمان جواد. على طول بتنجبري على هالمواقف. تحملي فخرية.